أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حصاد السعيدة أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 2014 بإنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية. وصدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014 بتعيين الدكتور فارس علي أحمد السقاف رئيسا للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إن جهود سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية مثلت أهمية كبيرة وفريق عمل واحد، وهو ما أسهم في النجاحات التي تحققت وخرج بها اليمن منتصرا على قاعدة لا غالب ولا مغلوب. وعبر الرئيس هادي خلال لقائه اليوم بصنعاء سفراء الدول العشر الراعية والداعمة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي، عبر عن تقديره وشكره للجهود التي بذلها السفراء خلال الفترة الانتقالية ومسيرة التغيير السلمي في سبيل إخراج اليمن إلى بر الأمان. من جانبهم أكد السفراء استمرار تقديم جهودهم والدعم اللامحدود للرئيس هادي من أجل استكمال بقية المهام والوصول إلى الغايات المرجوة كما هو محدد. أكد الملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وقوف الأردن إلى جانب اليمن ودعم استقراره ووحدته. وأعرب الملك الحسين في رسالته التي سلمها اليوم لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي رئيس الوزراء الأردن الدكتور عبد الله النسور الأفخم، عبر عن سروره للنجاحات التي حققها اليمن والجهود العظيمة التي بذلها الرئيس هادي في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن. فيما لفت رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء إلى أن الأردن كان يتابع مجريات الأمور خلال الفترة الماضية وينظر بإعجاب كبير إلى الجهود الوطنية الحثيثة التي بذلها الرئيس هادي في سبيل تجنيب اليمن وإيلات الخلاف والانقسامات والخروج بهذه النتائج الوطنية العظيمة التي تمثل عهدا جديدا لليمن ونموذجا رائعا يحتذى به باعتباره مخرجا سلميا نموذجيا عكس حكمة أبناء اليمن وقدراتهم على تخطي المخاطر والتحديات. من جانبه أعرب رئيس الجمهورية عن ثقته الكبيرة في أن المستقبل سيكون منصفا للأجيال الصاعدة ويلبي الاحتياجات المجتمعية بكافة أشكالها وأنواعها، وعلى أساس الإدارة الحديثة في دولة اتحادية تكون الإدارة التنفيذية والتنموية والاقتصادية قريبة من الواقع والتطلعات لأبنائه. هذا وقد كانت اختتمت اليوم بالعاصمة صنعاء اجتماعات الدورة 14 للجنة العليا اليمنية الأردنية المشتركة. وفي ختام أعمال الاجتماع الذي ترأسه رئيسا مجلسي الوزراء في البلدين محمد سالم باسندوة ودكتور عبد الله النسور، تم التوقيع على 11 برنامج تنفيذي للتعاون في مجالات البريد، حماية البيئة، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الاجتماعية، القوى العاملة، التعاون الشبابي، التعاون التربوي والتعليمي، التعليم الفني والتدريب المهني والعدل، واتفاقيتي تعاون بين وكالة الأنباء اليمنية سبأ ووكالة الأنباء الأردنية بترا، والتعاون الإذاعي والتلفزيوني بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ونظيرتها الأردنية، إضافة إلى بروتوكولي تعاون صحي وحماية الإنتاج الوطني ومذكرتي تفاهم للتعاون الرياضي والتعاون الفني بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، فضلا عن التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني. هذا وكان الجانبان قد أكدا الحرص على تنمية وتوسيع علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق الشراكة المنشودة. اطلع رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي من اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع بمحافظة الجوف برئاسة اللواء الركن عوض محمد فريد ومحافظ الجوف محمد بن عبود الشريف وأعضاء اللجنة، اطلع على التقرير المفصل لأعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وجهودهم مع المشايخ والأعيان والسلطة المحلية بالمحافظة في وقف تداعيات النزاع بين مختلف الأطراف، والذي شمل أيضا نقاط الاتفاق على تسليم المواقع والنقاط للقوات المسلحة وإعداد وثيقة اتفاق شاملة في هذا الإطار تضع حدا للاختلالات وترسي واقعا جديدا من السلام والوئام والسلم الاجتماعي الذي ينشده الجميع.
قتل 4 أشخاص بينهم جنديان في كمين نصبه اليوم مسلحون لسيارة عسكرية بمحافظة لحج. مصدر عسكري قال في تصريحات له إن مسلحين يعتقد انتماؤهم للحراك الجنوبي اعترضوا مركبة تابعة للجيش في منطقة الجدعاء بضواحي بلدة الحبيلين التابعة لمحافظة لحج، وأطلقوا عليها النار من أسلحة الرشاشة. وقتل في الاشتباكات 2 من الجنود وآخران من المهاجمين في الحادث. وقال سكان محليون إن الجيش أرسل تعزيزات إلى المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان. استكملت اللجنة الفنية الوزارية لمواجهة مشكلة المبيدات المدفونة بمنطقة الجراف بأمانة العاصمة اليوم أعمال المرحلة الرابعة المتعلقة بإخراج المبيدات وجمعها وفرزها من خطة العمل التنفيذية للحفر والإزالة للمبيدات والتربة الملوثة، حيث قامت اللجنة الفنية بفرز المبيدات التي تتواجد بعدة أنواع وجمعها في عبوات وبراميل بلاستيكية مخصصة تمهيدا لاستكمال إجراءات إتلافها في أفران خاصة خارج البلد. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه قوات خفر السواحل في قطاع عدن عن تمكنها اليوم من ضبط سفينتي تهريب في المياه الإقليمية تقلان كميات كبيرة من المبيدات الكيميائية المحظورة قادمة من إحدى دول القرن الأفريقي. دعما لمخرجات الحوار الوطني وتعزيزا للوعي الإرشادي دشنت وزارة الأوقاف اليوم الملتقى الخامس للعلماء والدعاة لإقرار وثيقة العمل الدعوي الصادر من اللجنة التحضيرية الخاصة بمشروع الميثاق الدعوي بمشاركة عدد من العلماء. لطرح مشروع ميثاق العمل الدعوي والإرشادي عقد هذا المؤتمر الصحفي الذي دعت إليه وزارة الأوقاف قبل أيام من انعقاد الملتقى الخامس للعلماء والدعاة، وهو ما تعتبره الوزارة منطلقا لبرنامج العمل. قضايا تنمية، قضايا دين، قضايا عبادية، قضايا توحيد منهج الفكر، قضايا وطنية، لكن إذا تريد أن تقول ماذا سيناقش في الملتقى الخامس، ستناقش مفردتين رئيسيتين ورقتين، الورقة الأولى هي الميثاق، والورقة الثانية هي تصوراتنا لكيفية دعم مخرجات الحوار. في رده على أسئلة الصحفيين أكد وزير الأوقاف أن العمل بهذا المشروع الذي جاء نتيجة جهود وقرارات يؤسس لخطاب ديني معتدل يقوم على التسامح والقبول بالآخر مهما اختلفت الآراء والمذاهب. لا نستطيع أن نغل الخطباء والمرشدين وأن نجعلهم على لون واحد أو على نسق واحد، أيضا لا ينبغي أن يكون في حالة منفلتة تمس مسار العمل الوطني وتساعد على إذكاء الكراهية أو البغضاء لأي من أطراف العمل الدعوي، كما أن هذا مرفوض، هذا أيضا ينبغي أن يكون مرفوض. والوسطية هي المعيار الذي وضعه الشرع في كل الحياة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كما أشاد الوزير عباد بالتوصيات التي خرج بها مؤتمر الحوار، مضيفا أن مختلف الأطراف هي من صاغت ميثاق العمل الدعوي وهي ملزمة بتطبيقه. جميعهم وضعوا هذا الميثاق، وأنا أتصور أنهم سوف يعملون على تطبيق هذا الميثاق في كل مكان، وحيث نستطيع أن نؤدي دورا حقيقيا وفاعلا لإلزام كل الجهات سنفعل ذلك إن شاء الله، ما لم فسنحول أي قضية من هذا إلى الرأي العام. المشروع الذي تنوي الوزارة تنفيذه عبر ندوات وقوافل إرشادية يحتوي على الكثير من الإرشادات لخطباء المساجد من أجل تحديث الخطاب الدعوي والابتعاد عما يفرق المجتمع. محمود الحميدي، حصاد السعيدة. شهدت محافظة الحديدة اليوم تظاهرات ومسيرات جماهيرية حاشدة احتجاجا على اقتحام قوات عسكرية من اللواء العاشر مبنى المحافظة، وانطلقت عدة مسيرات جابت شوارع المدينة وصولا إلى أمام مبنى المحافظة تأكيدا لدعم موقف المحافظ الرافض لتوقيع تسليم أراضي مؤسسة المياه لنافذين عسكريين وتنديدا بحادثة الاقتحام. وردد المشاركون في المسيرة هتافات ورفعوا شعارات تطالب بإخراج جميع المعسكرات من داخل المحافظة. ووصف بيان صادر عن المسيرات التي شاركت فيها منظمات نقابية وجماهيرية
وأحزاب سياسية وصفت الاعتداء واقتحام مبنى المحافظة بالممارسات السلبية والهمجية التي تسيء للوحدات العسكرية والأمنية. وتأتي هذه المسيرات فيما شلت الحركة اليوم لليوم الثاني على التوالي جراء إضراب شامل نفذ في كل المرافق والمؤسسات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة. وقعت اليوم 170 أو وقعت اليوم 170 منظمة من منظمات المجتمع المدني على مدونة سلوك عمل تضم المنظمات العاملة في محافظات صنعاء، عدن، تعز، الحديدة. وفي مؤتمر إشهاري وتدشين التوقيع الذي نظمه اليوم بصنعاء المنتدى الإنساني بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وبمشاركة أكثر من 200 من ممثلي المنظمات ألقيت العديد من الكلمات أكدت في مجملها إن التزام المنظمات بمدونة السلوك سيطور أداء عملها وسيلزمها بمبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية مع الشركاء عند تنفيذ المشاريع. وتم خلال الفعالية عرض ريبورتاج عن مشروع تمكين منظمات المجتمع المدني من خلال المشاركة في الحكم المحلي، وآخر عن إطار الشراكة بين الحكومة والمنظمات، وكذلك عن مدونة قواعد السلوك. أفرج اليوم عن 15 سجينا معسرا من الإصلاحية المركزية للتأهيل والإصلاح بصنعاء، وذلك بعد تسديد مديونياتهم المالية التي حالت بينهم وبين حريتهم لعدة سنوات. إلى التفاصيل. يقال إن السجان ليس أكثر حرية من سجينه، الحال من بعضه في السجون اليمنية وهي تضيق بالمعسرين. دائما المعسرين في اليمن يعني لديهم مشكلة كبيرة جدا، لأنه المعسر لا يدخل السجن هو إلا لحالتين، أما لارتكاب خطأ ارتكبوه كجريمة يعني من جرائم القتل اللي تحضر، أما قتل غير عمد يعني أحيانا أو مشكلة معدة، أو لأنه كان معسر قبل أن يدخل السجن. ما يقارب 700 سجين معسر في السجون اليمنية. اليوم في إصلاحية الأمانة تم الإفراج عن أكثر من 20 معسرا في مشروع نفذته مؤسسة السجين الوطنية. وإحنا من القطاع الخاص جينا لنقدم واجب لبعض المؤسرين الذين مضت عليهم سنوات طويلة، والمؤسسة ستعمل واجبها الاجتماعي إن شاء الله مع الأخوة الموجودين، وإحنا إن شاء الله نوعدكم في المستقبل نحن نخرج عدد أكبر ونعمل من الدولة والنيابات والمحاكم والقضاء التعاون معنا تعاون فعال من أجل نستطيع أن نؤدي عملنا. هي سجون أو إصلاحات للتأهيل والإصلاح ولا خلاف على ذلك، لكن خلفها ضاعت كثير من الحقوق وامتهنت كثير من معاني الإنسانية وعانت نفوس قهر الأسوار. في المقابل تكون المبادرة في الإفراج عنهم إحساسا متقدما في الإنسانية. أوجه دعوة لكل رجال المال والأعمال بأن يتوجهوا إلى المؤسسة السجين الوطنية للمشاركة في إخراج معسرين من داخل السجون والذي أسرهم فقيرة ومجردة لا توجد من يعولهم. المعسرون في السجون اليمنية هم الشريحة الأقل حظا من المساهمات المجتمعية، وهم نموذجا لإعسار عام عانه اليمن في شتى مجالات الحياة. محمد النقيب، حصاد السعيدة. عقدت اليوم بصنعاء حلقة نقاشية حول تحسين أوضاع الفئات الأكثر ضعفا، المرأة والطفل، في مخيمات النازحين. نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هدفت الحلقة إلى معرفة حجم المشكلة وتحليلها لمعرفة سبل مواجهتها والارتقاء بمنهج تأسيسي واضح في التعامل مع الضحايا من النساء والأطفال وتحديد الإجراءات والآليات لحل مشاكل العنف ولمنع التأثيرات المستقبلية للعنف مستقبلا. بهذا الخبر مشاهدينا انتهى الحصاد، في أمان الله.